حضرتك قلت انه في عدد من السنوات خلاص مش هيتم طباعه كتب ليها، المرحله الثانويه. الفلوس اللي هتتوفر بعد ما كنا بندفع في الكتب كتير، انا قصدي كنا دي يعني احنا عن طريق الحكومه، عن طريق وزاره التربيه والتعليم، ما في الاخر فلوسنا كلنا، الفلوس دي هتوجه لدعم المدرسين، هتوجه لمدارس جديده، التغيير ده اكيد هيبقى فيه فايده ماليه يعني. لا، وفي ده وفي توفير من ناحيه تانية في الامتحانات الالكترونيه، بتغير طبيعه الامتحانات، الكنترولات ومكافئات الامتحانات. في ناس هتزعل وحقهم انهم يزعلوا، ما يزعلش مني، المدرس مثلا كان بيعتمد على مكافاه الامتحان في اخر السنه. لا، احنا كل ده تم التفكير فيه ومناقشته. الفلوس اللي توفرت زائد الموارد اللي هتيجي من مجموعات التقوية أو الفيديوهات أو الكتب التفاعلية، أي، كلها النصيب الأكبر منها هيعاد توجيهه للمعلم بالتحديد نمرة واحد. ثم البناء بتاع المدرسة، البنية التحتية، عشان أولياء الأمور يشوفوا نتيجة مباشرة للفلوس دي. والثالث هو بناء كل المنصات اللي حضرتك تتكلم عليها دي، لان ده طبعا مصروف رهيب. بس عشان ادي حضرتك مثال صغير، الاجهزه اللي في ايد الولاد في المرحله الثانويه مكلفه 9 مليار جنيه. فاحنا ما طبعناش كتب بس جبنا ب 9 مليار جنيه اجهزه. الجهاز بيقعد في ايده 3 سنين ويخش بيه الجامعه. بس وفي حاجات بتدفع مره واحده، زي بناء مثلا مكتبات الفيديو. بتدفع مرة، تبقى التكلفة في الأول عالية وبعدين بتستخدمها عدد من السنوات. حضرتك وحضرتك بتتكلم دلوقتي، معلش أنا آسف، حضرتك وحضرتك بتتكلم دلوقتي، إحنا كنا بنعرض جزء فيلم أنا مش عارف من أنهي سنة، الزملاء اختاروه. كويس. ثم تحسين البنية التحتية للمدارس. وحضرتك بتتكلم دلوقتي إحنا بنعرض جزء من فيديو عن القوة والحركة، مش عارف في سنة كام، من المنصة، وأنا بفتكر من رابعة ابتدائي، وأنا بفتكر أيام أنا الجيل بتاع أمل وعمر، جيل البائد. الدنيا عندهم أفضل والله، وإن شاء الله لما نشيل كابوس الثانوية ده هيبقوا مركزين أكتر في استمتاع بالمصادر اللي حضرتك تعرضها دي، من غير الخوف من موضوع النمر.